مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. كلنا عم نتابع كل الاجتماعات اللي عم بتصير ان كانت بالوزارات او بالسراي الحكومي اللي بتتعلق بالاوضاع الاقتصاديه والماليه يلي اكثر شيء هلا بلبكه اللبنانيين واللي مش منتظرين شيء من الحكومه الا تثبيت صرف الدولار السعر وبالتالي كمان امكانيه الاستيراد حتى ما ينقص شيء على اللبناني. والاهم من هيك انه اللبناني ما يخسر من قيمه رواتبه خصوصا المرتبطه بالدولار. معلومه بمعلومتنا لليوم، وزير المالية غازي وزني أصدر قرار مدد بموجبه لغاية 20 شباط 2020 ضمناً مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي نموذج 18 عن سنة 2019 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للمؤسسات المستثنية من ضريبة الدخل من غير الشركات اللي بتعتمد النظام النقدي في محاسبتها. أما المادة الثانية بتقول بتوجب تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي إلكترونيا بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم إلكترونيا وإلكترونيا أو ورقيا عبر مكاتب الليبون بوست من قبل سائر المكلفين. كما أصدر الوزير وزني قرار آخر مدد بموجبه أيضا لغاية 20 شباط 2020 ضمنا مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي للمكلفين عن أعمال سنة 2018 وبيتوجب تقديم هالبيان أيضا إلكترونيا بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم إلكترونيا أو ورقيا عبر مكاتب ليبون بوست من قبل سائر المكلفين. كمان في معلومة تانية وصلت لي قبل لحظات من دخول الاستوديو، وزارة الطاقة والمياه ببيان صدر عن مكتب معالي وزير الطاقة أعلنت فيه السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربية الخاصة عن شهر كانون الثاني، وهو التالي 429 ليرة لبنانية عن كل كيلوات ساعة للمشتركين بالعدادات قدرة 5 أمبير 15 ألف ليرة لبنانية، زائد طبعا المقطوعية الشهرية 429 ليرة، وبالتالي عن ضربة مع كل كيلوات ساعة قدرة 10 أمبير بنزاد عليها 23 ألف ليرة، وقدرة 15 أمبير 30 ألف ليرة لبنانية تزاد على 429 ليرة لبنانية عن كل كيلوات ساعة. تضاف أيضا 5000 ليرة لبنانية على الشطر الثالث من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. يعني حبيت أعطي فكرة لأنه انتهى الشهر وصدرت التعريفات يلي مفرد كل أصحاب والدات يلتزموا فيها، خصوصا يلي حاطين عدد. هلأ في بعض المناطق ما قبلوا يحطوا عداد، أو في أصحاب مولدات ما حطت عدادات، هذا موضوع آخر، هذا بيتم الاتفاق مع صاحب المولد وبتجي الفاتورة حسب الاتفاق. بمتابعتنا لليوم، رح أبدأ بموضوع العمود يلي على المنارة ويلي بيشكل خطر على السلامة، خصوصا سلامة الأطفال، لأنه اتصل فينا أحد المواطنين أول من أمس وعم بيقول أنه هالعمود حديد مكسور ولكن هالولاد عم تلعب وبتشكل خطر على سلامتهم. نحن اتصلنا بمصلحة الإنارة ببلدية بيروت حول الموضوع، اللي عرفنا أنه منه عمود حديد إنارة، يعني ما في عليه شراية كهرباء من هون، ما في خطر. اثنين، هو عمود كاميرا نتيجة حادث سير صار، يعني نقسم هالعمود قسمين. مصلحة الإنارة أرسلت كتاب للمتعهد لإزالة هالعمود مثل ما قلنا حفاظا على السلامة العامة وبالتالي رفعا للمسؤولية، وبتمنى على المتعهد ما يتأخر بإزالة هذا العمود لأنه مثل ما قلنا بشكل خطر على الأولاد، خصوصا يلي عم يلعبوا حواليه ويلي كمان هو حديد ومنا بحاجة أبدا أنه اليوم حدا يصيبه أي مكروه. كمان بمتابعتنا بدي قلها لسابرين امبارح من بعد ما أعلنت أنه هي سنة التخرج وهذا الصندوق يلي انعمل بالجامعة بزحلة حتى يساعد الطلاب والطالبات يلي مش قادرين يدفعوا 500 و5000 ليرة زائد أكيد الضمان. أنا بشكر كتير ست اتصلت امبارح بعد البرنامج وحابة تاخد رقمها لسابرين
وساعدتها بدفع هالقصة هيدا. ونحن تواصلنا اليوم مع سابرين ومش الحال تسجلت، ولكن أنا بمقلب آخر بدي أقول إذا التقت هالست يد بيضاء مدت إيدها لطالبة حتى ما تخسر سنتها الجامعية لتعذرها إنه هن 10 أولاد ومش قادرين أكيد يكملوا، ما فيها نحرمها من سنة التخرج حتى تبلش هي تستفيد من شهادتها وتتعلم. ما فينا نحرم كمان غيرها من الطلاب. إذا كانت العملية انتقائية هيدا مرفوض، وإذا كانت كمان لناس قادرين عم ينعطاهم من هالصندوق والناس مش قادرين لا، هيدا شيء كمان نحن بنرفضه. بتمنى على يلي عمل هذا الصندوق يراجع شوي ضميره ويراجع شوي كمان مع الطلاب اللي هن فعلا بحاجة انه يتساعدوا من هالصندوق حتى يكملوا سنتهم الجامعية وخصوصا التخرج تبعهم. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخد اول اتصال لليوم. الو 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 بونجور. بونجور تفضلي. انا عم بحكي بخصوص البابا. نعم. هو مريض كانسر. نعم سلامته. نحن عم نحكيك من البقاع. اهلا وسهلا تفضلي. كان ديجا عم يعمل تريتمان بمستشفى تلشيحة سنة. نعم. وشهرين. نعم. على حساب قوى الامن لانه هو رقيب اول متقاعد. نعم. ما تجاوب مع العلاج. رجعنا حكيمه ببيروت قال انه بدنا نغير التريتمان ومفروض يعملوا للتريتمان بمستشفى جامعي لانه. نعم. ممكن يعوز سوان، ممكن يعوز بلاكيت، ممكن يعوز دم. نعم. انا لي 4 ايام ما خليت مستشفى ببيروت، متعاقده مع قوى الامن، مش متعاقده، بتقول المستشفى نحن متعاقدين مع قوى الامن بس نحن مريض كانسير جديد ما فينا ناخده على حساب قوى الامن. يعني هاي خطرة كتير، يعني المريض يعني وين بيروح؟ يعني مش لازم يمرض، مش لازم يمرض، الدواء تأمن، يعني ما بدي من المستشفى الدواء، أنا الدواء معي. حكيت اللواء الطبي بالقوى الأمن، يعني المسؤولة الطبي بهذا الموضوع، يعني قوى الأمن بيقولوا لنا نحن ما عندنا مشكل، المشكلة من المستشفى مش من عنا. إيه بس ما بيقدروا هن يتواصلوا مع المستشفى؟ ما قدروا يعملوا معي شيء. يعني هيك بيتركوا المريض يعني ما إنه يا إما روح موت يا إما ممنوع تمرض. يعني للحقيقه شيء، يعني نحن اذا الدواء مامن يعني ما بده الا هالغرفه يلي رح يتامن. صح. الدواء اذا لا سمح الله صار عنده اي مضاعفات يكون في إلى متابعه علاج لاكثر ولا اقل. يعني هيدا ابسط الامور. حتى بعرف كثير مستشفيات عم بتحط هالمرضى هول بالسوان، مش بسوان، بالطوارئ حتى تعطي العلاج، ولا سمح الله اذا مرق العلاج على خير قطع واذا كان في مضاعفات اكيد بده يكملوا العلاج لانه في مسؤوليه مريض. يعني حتى ما يكون بمستشفى ما فيها معالجة للمضاعفات في حال لا سمح الله صارت، حتى ما يصير في إرباك أكثر. يعني ليك أنا كنت بتمنى إنه على القوى الأمن هي تتابع كمان هذا الموضوع لأنه مسؤوليتها كمان، بس هيدا موضوع لازم نبحثه كمان مع وزارة الصحة وأيضا مع نقابة المستشفيات. يعني ما بعرف إن شاء الله أقدر أتواصل مع نقيب المستشفيات سليمان هارون حتى إن شاء الله هلأ إذا بقي معي وقت حتى نقدر نشوف شو بنقدر نعمل. عنا فاصل، خليكي معنا على الخط لشوف إذا بالبريك هذا بنقدر نعمل شيء. فاصل ومنتابع. نتابع حلقنا عبر الام تي في. ان شاء الله يعني نقيب المستشفيات سليمان هارون يتجاوب مع هالبنت المريض لانه اعطيناها الرقم وان شاء الله بتتجاوب. يعني اللي بدي اقوله نحن عم نتابع اكيد موضوع المستشفيات وبعرف انه عندهم كثير مطالب وعندهم كثير نقص بالمستلزمات والى ما هنالك، ولكن دائما في اولويه لامراض المزمنه، في اولويه للامور الطارئه. يعني ما بعتقد اليوم في مستشفيات جامعية كبيرة بتقدر ترفض يعني مريض عنده علاج مستعصي، يعني الدواء مأمن بس بدهم يعني خايفين فقط انه ما يصير في مضاعفات لانه ما في الا المستشفيات الجامعية اللي بتقدر تستوعب هذه الحالات. يعني المريض وين بيروح؟ بيهمل صحته،
يعني شو لازم نعمل؟ لازم هيك نوقف هيك مكتفين ايدينا امام امور من هالنوع؟ بيكفي بتبقى حاله المريض واهل المريض وقلقهم وتعبهم، وبعدين اذا الدواء مأمن، يعني الدواء اليوم منه شغله رخيصه كثير كمان. بدنا ناخذ كل الموضوع بكل جوانبه الانسانيه، والانسان لما هو بيدفع يلي بده يدفعه، اللي بيتعب يلي بيتعبه حتى يستحق الحياه. والا كلنا هيك امام الازمه بنوقف ننطر الموت يوصلنا بدون ما نتداوى، بدون ما نفوت مستشفى، بدون ما يكون في حكيم. هيدا الشيء مش مفروض لبنان يوصل له للاسف الشديد. يعني الحمد لله لازم يضم عنا بعد روح الانسانيه اللي هيدي نحن متغنى فيها. بتمنى يكون في تجاوب مع هالست وان شاء الله خير. بدي اخذ اتصال. الو بونجور. بونجور، اهلا، يعطيك العافيه، اهلا فيك، تفضل. معك جاك طرباي. اهلا استاذ جاك، تفضل. الله يخليك، تسلمي لي. انا اداره شركه الاو ام تي والويسترن يونيون والمانيجرام. نعم. طلعوا قرار انه من 15 تشرين الثاني ببلشوا يدفعوا الحوالات اللي بتجي من برا اون دولار. نعم. بقى انا كل شهر بيجيني من خيي من امريكا مشان ادويه لالي والمدامتي. نعم. تقريبا بحدود ال 200 دولار. نعم. كانوا يعطوني اياهم لبناني على اساس 1500. نعم. ماشي الحال. بس لما طلعوا هلا انه صاروا يعطونا اياهم اون دولار، بعضهم عم اليوم اجاني حوالي اول امبارح 300 دولار بيعطونا اياهم لبناني على 1500، ومع انه خيي دافع التاكس من امريكا مشان يبعثون، وبيرجع بيخصموا 3000 ليره زياده. هو كمان يعني هو القرار يلي صدر كمان انه الحوالي بالعمله يلي بتجي. نعم. بيقبضها اللي وصل له الحوالي. ما بيعطوني اياها بدون. طيب. اليوم ما عطوني اياها بالدولار. انا بدي اقول لك شغله، هذا نعم انا بدي الدولار 1500. نعم. الدولار بالسوق السوداء 2000. هلا 2000 وشوي. هلا بدي اقول لك شيء، الاو ام تي يعني اللي ذكرتهم هن معتمدين دولار 1500 ومعتمدين الليره اللبنانيه بعتقد. ما يعطونا اياهم دولار. اوكي، هلا بدي اسال ليه ما يعني بدي اسال ليه ما عم يدفعوا بالعمله يلي بتوصل يلي بتلاقيها؟ يعني هذا سؤال بدي اساله لهم لشوف شو مبرراتهم، ما بقدر انا اجاوبك من عندك. يعني لانه نحن اذا بعت من هون واحد باللبناني لبرا بده ياخذ الميزه، بعد دولار بده يوصل له دولار بالنتيجه، يعني فيس فيرسا. هيدي مثل ما بتوصل لك الحوالي بالعمله يلي بتوصلها بدك تقبضها. بدي اسال ليه ما عم بيقبضوا بالدولار؟ بدي اسال يعني، لانه هي وقفت لفتره ورجعت على اساس انه مش الحال. كمان اتصال. الو، تفضلي. بونجور، كيفك مدام ريبيكا؟ الحمد لله ماشي الحال. يعطيك ألف عافية. أهلا فيك. نحن هون بمرم خيل النهر. نعم. حد سكنت محمد ناصر. نعم. يعني شارع أرمينيا، بس بتطلع حد السكني. ما عندنا أبدا أدوية بالليل، أبدا عتمة، ظلمة، شيء بخوف. حكيتوا مصلحة الإنارة بالبلدية؟ لا حبيبتي، عم بحكيكي إلك دغري، لأنه بواسطتك دغري بنوصل. لا بس أنا كمان بحبوا يعني عرفتي؟ نحن رح نتدخل بيخدمونا، بس بحبوا كمان يعني يعرفوا بالموضوع مش أكتر، عرفتي؟ يعني إذا اتصلت بمصلحة الإنارة وبلغتي، في حال ما تجاوبوا نحن منتدخل، بس هلأ رح نتدخل على الجهتين، رح نحن نتصل ونعطيهم ونقول لهم الإنارة مفقودة بهذه المنطقة. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. صورة اليوم. أوكي، وزير الكهرباء الياباني انحنى 7 دقائق اعتذارا لقطع الكهرباء. 7 دقائق، كم دقائق، كم ايام، كم سنين بدهم ينحنوا امام الشعب اللبناني حتى يقولوا له عذرنا، ما قدرنا امنا لك كهرباء. يعني البلدان يلي بتتطور واللي بتحترم ناسها بدها توصال. نحن منش ناقصنا شيء، ناقصنا فقط الاحترام ونقصنا الشفافية، وإذا كنا عم نطالب باستعادة الأموال لأنه بالفعل هي منهوبة. المواطن بيدفع ليلاقي خدمة، بس ما في يدفع عدة فواتير وما يلاقي ولا خدمة. بعطيكم موعد نهار الاثنين مع أمل يكون الويك أند دافي، لأنه العاصفة موجودة. بتمنى التأني دايما على الطرقات الجبلية، أخذ كل الإجراءات المطلوبة خصوصا إذا كانت الطرقات مسكرة أو بدها يعني سلاسل معدنية ولا شيء. على أمل نتلاقى التنين، إلى اللقاء.